احنا النهارده بنفتتح معرض من ضمن 19 معرض على مستوى المحافظه لبيع منتجات كل ما يتعلق برمضان تحت شعار اهلا رمضان توجيهات السيد رئيس الجمهوريه، وبالتعاون مع وزاره التموين الغرفه التجاريه وصندوق المشروعات الصغيره المتوسطه كمان في المحافظه. احنا يمكن زي ما حضرتك شفتوا كل الاسعار اللي موجوده اقل من مثيلاتها في السوق من 15 ل 30% على كل المنتجات الموجوده.